أسعد الله أوقاتكم بالخير والمحبة على كل متابعي ومشاهدي قناة سامرة الفضائية، وأكيد اليوم حلقة جديدة من برنامج يرهم كلش. هدانا مقدمة من شركة بي زلاي. أكيد اللي حشاركنا اليوم فيها تصوير المصور صهيب مؤيد والمصور سلمان الطائي، ومساعد المصور أكيد حشاركنا اليوم هو علي القصاب. أكيد حتكون الأسئلة مالتنا اليوم كلش سهلة، الكل حتفوز ويانا، ما حد حيخسر، وأكيد لكم بالتقديم خطاب القصاب، ابقوا وياي. مشاهدينا الكرام، بدينا لكم بأول فقرة من برنامج يرهم كلش، وهي فقرة دار ودور. السلام عليكم. وعليكم السلام. تذكرين اسم دار ودور؟ اي بالقراءة. وين؟ بالقراءة. مال ياصر الأول. مال ياصر الأول. مرحبا أختي. أهلا وسهلا. شلون صح؟ الحمد لله. أول مو؟ أول. مرحبا أخوي. حبيبي أهلا ومرحبا. شلونك؟ الله يخليك ويسلمك. دار ودور تتذكرها؟ أتذكرها. مال ياصر أول ابتدائي. مرحبا. حبيبي. تتذكرها دار ودور؟ أي أول ابتدائي. مال ياصر أول؟ إي مصرين. إي مصرين. ماشي. السؤال الأول، ركزوا وياي، رياضة شو قلت لي؟ شو اسمه رياضي؟ بالجغرافيا زين. ماشي. سؤال أول، 7 - 2 في 5 + 8. شباب السلام عليكم. ها 33. ركزوا وياي، انت ايش عندك هنا؟ انا تعال منك روح. وين؟ تعال منك روح، روح منك. 7 - 2 في 5 + 8. زائد 8 25. زائد 8 33. 7 - 2 5. 5 في 5 25. زائد 8 ايش قلت؟ 25. اي 33. ايش قد قلت؟ 33. متأكدة؟ مو 5؟ شلون 5؟ ثلاثة وثلاثين. ماشي. نعطيكم سؤال آخر. شلونكم بالإعراب؟ زين. ها شو؟ لا. وهنا يعني. هري شنو؟ أنا مع التكنولوجيا. محاسبة دار اتصال. شلونك بالإعراب؟ يعني. أها. الأسد يفترس الغزالة. ترفع ايدك وين؟ من مدرسة آني. الأسد يفترس الغزالة. الأسد مبتدئ. أوكي مبتدئ شنو؟ مبتدأ مرفوع طبعا. يفترس الغزالة جملة فعلية. يفترس شنو؟ جملة فعلية. يفترس الغزالة خبر يصير. يفترس جملة اي فعل شنو؟ مضارع. اي تمليليات. والفاعل ضمير مستتر هو، والغزالة مفعول به، والجملة الفعلية خبر. اها تمام. خليش دقيقة. هسه نطيش غير هذا السؤال أفضل. إعراب ما أعرف. ما أعرف الإعراب. نعرف الإعراب. مو قوي. أبد. مو قوي بالإعراب. لا. لا مو قوي بالإعراب. هذول الجهال من يطلعون؟ تمية نجيت. شلونك؟ زين حمد. اسمه؟ علي. علي ابو حسين. ماشي. رياضيات. انت مين؟ ادفت ودور من يجون. زين. 9 - 2 في 8 + 1. 9 - 2 = 7 في 8. 9 - 2 في 8 + 1. 9 - 2 = 7. 57.
56 زاد 1 57. ركزوا وياي. 9 ناقص 2 في 8 زائد 1. لا مو الضربة أول مرة. ضربة أول مرة. إي. تعالي 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 شو اسمك؟ آية. يا صف آية. خامس. ضرب. 16 زائد 1. اكتبها بورقة. بورقة. شوفها يا على غد. عادي تشامرت اللوخ. 9 ناقص 2 7 9 ناقص 2 ايش قد؟ 7 حلو في 8 56 خب تعال اعطيهم ابو فضل والله العظيم زين ايش قد؟ 56 56 زاد 1 زاد 1 ولا نقص 1 زاد 1 زاد 1 57 56 نصب احتياط ها تعال افتري 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 تعرفين الجواب؟ شنو هو؟ عندك 9 ناقص 2 في 8 زائد 1 57 يعني مو ناقص 6؟ لا 8 النتيجة ايش قد؟ 8 انا اقول 6 لا 8 انا اقول 6 انا اقول ناقص 6 51 بس انا اعرف الضرب قبل الجمع والهذي يعني يطلع ناقص 6؟ كان عندي وقت نفس الجواب نفس الجواب يعني مو ناقص لا ها 57 يعني مو ناقص 6 ناقص 6 لا حبيبي 57 عندي اعطيكم الجواب والله ده اعطيكم الجواب والله ده اعطيكم الجواب وعشطيكم اقول لكم ناقص 6 مو ده اقول لكم ناقص 6 هو الجواب ناقص 6 ناقص 6 ها شو انصدمت؟ اقول لك الجواب انت انصدمتي؟ على العموم مبروك انت فزتوا ويانا باول هديه باول جواب وينك علي؟ اعطيني هديه هاي الهديه مقدمه من شركه ميزدان زين اما راح احطيها هاي المصيب اني ما لي دخل انا راح اخليها راح اخليها هنا وانتم روحوا حيروا بيها حياكم الله ومشكورين زين مشكورين شباب روحوا اشتروا حياكم الله مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين وياكم اكيد وننتقل وياكم الى ثاني فقره من برنامج جرام كلش وهي فقره هو وهي ابقوا وياي السلام عليكم سلام اهلا وسهلا شلون صحه والله الحمد لله تمام اسم بالخير احمد فلاح مرحبا اختي اهلا وسهلا شلون صحه الحمد لله من حضرتك ساره ام عبد الله ام عبد الله مرحبا ستنا اهلا يا مرحبا منو ام كميل ام كميل مرحبا اهلا وسهلا منو هند نيران 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 عندك هالشيء ماشي تمام السؤال الاول هو ركزوا اسم هالفقره هو او هي تعالي هنا أنا. تعال 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 اوقف يم الانسان يم الرجال تعال لا اوقف صفه اها اعطيتي ظهرك الها اوقف عدل يمها عدل على طبيعي تمام الفقره اسمها هو وهي انت هو وهم الهي اذا جابوا هم بس هي الاسئله انتم المفروض تجاوبون عليها تمام حلو السؤال الاول راح اتوجه لكم ما عندي مشكله شو الكل يشارك ما هي الاسباب الرئيسيه لتساقط الشعر طلع على الكاميرا شنو الجل الجل اي استعمال هن ثلاثه هن ثلاث شغلات بعد استعمال الجل بكثره ولا عندك الحالات الوراثيه اللي يعني اذا ابوه اقرع عمه اقرع خاله اقرع وبعد شنو واللي يغسل زايد زايد اللي يغسل زايد اي طبعا قواسخ تريد يعني تغسل زايد يعني مو يوميا تغسل شعرك بشامبو اي يعني بين يوم ويوم بالاسبوع مره او مرتين هذا تمام بس اذا يوميا تغسل بالشامبو تابع تعطي مواصفات شو يا دكتور يعني دكتور تجميل مين دكتور تجميل؟ مين دكتور تجميل؟ دكتور تجميل دكتور بس هي صحيحه الاسئله اي 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 يلا
ترى وحده معدن صح بس. طبعا هو غير الجر. جر؟ ايه. ودهن الشعر. الشعر هو الجر مو دهن. لو هذا يبس هذا يبس الشعر. صحيح. اكو اختلاف ابو. الشامبو لابات. هذا شامبو الا تايت. وقاصه. لا اكو مغشوش. مغشوش. تعرفين؟ عيد السؤال؟ ها ما هي الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر؟ عندنا ثلاث شغلات. تساقط الشعر؟ الجل. جل؟ سبرة. سبرة؟ ايه. خطية ما تخلون سبرة أنتو. ايه. لا. الجل والسبرة. بس؟ ايه هاي الشغلات اللي شغلات تعبانة مثلا. شغلات تعبانة مثلا. اكسباير. هو السبري والجل والشمع. شمع ما اللي يوقف الشعر. شمع؟ ايه النار براس الرجال. صدق تحكي؟ هو نفس الجل. شمع. الجل صار شمع. مو لا انا اشوف اخوتي يستعملونه. انا سألت تقولي لي ما عندي شعر. ها؟ الجل. ايوه ها خالة. بالنسبة لنا كم مرة يعني شامبو صبغ الشعر يأثر صبغ الشعر. ما صبغ شعرك. ما وقع شعرك. ها اي صبغ الشامبو وال انا ليش ما افضل اعيد اغير السؤال مو افضل؟ جاوبت عليه؟ جاوبنا عليه. اعطيك الجواب مالته. اعطيني الجواب. الجواب مالته هو وقف. الجواب هو الاول فقر الدم. فقر الدم. الحمل. حمل عند النساء. تمام. لا الوراثه اللي قلت عليها انت. الاضطرابات الهرمونيه. صح. صح يا دكتور التجميل. ماشي ارجع لي هسه السؤال الاخر. يعني عندي شيء صح. ايش عندك؟ ترجع لي ورا. اي عندك واحد صح. ترجع دكتور تجميل. السؤال الاخر انت رغم انت دكتور تجميل مو ها ما هي افضل الزيوت الطبيعيه للعنايه بالشعر؟ ثلاثه هن. اي عندك زيت الحيه. شنو؟ زيت الحيه. نعم وزيت الزيتون. فالزيت زيت الخروع. اي تمام. اي اعتقد زيت الحيه. نعم. لا شو شعرك مو طويل. زينت البارحه والله. ما اعرف معلومة. تعال يابا تعال ايش بيك انهزمت؟ لا ما اعرف. ما اعرف. اي يمه. ها ما سمعته شنو؟ عيد. افضل الزيوت للشعر شنو هي؟ زيت الثوم. زيت الحية. لا زيت الحية. زيت اللوز. وزيت الخروع. وزيت الزيتون. زيت اللوز والخروع والفستق. ايه اللوز اكو. ايه اللوز والزيت الزيتون وزيت الخروع. زيت الحية. زيت القرنفل. زيت الصبار. زيت الزيتون. شنو؟ زيت حيدي الياهن. القرنفل. ايه الصبار. خروع. حية. زيتون. عندي وقت صهيب ايش قال عندي وقت ها زين زين تكتب هذا جوابك اي انا احط تكتب من جوابها هو اي يعني زيت الحيه اي موجود اي انا متاكده من جوابي انت متاكده من جوابها يعني شو اسمك هند دكتور عين دكتور مال تجميل اعتزل الغرام لا 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 زيت الحية انا واثق منك برايك جواب هند لو المدام لا المدام انت هي زوجتك؟ اي طبعا وده اقول لك غلط لا مستحيل لا غلط على شو مرتك غلط لا غلط اكذب يا ايش اقول لك الحية ما يقبل غلط اي زيت الحية وعندك زيت قرنفل وزيت حبة البركة هم غلط زيت حبة البركة مو غلط؟ اي غلط هذا غلط واللوز هم غلط لا اللوز صح والقرنفل هم غلط لا هذا صح
زيت الحناء هم غلط. ما غلط هذا ماكو اصلا هيك زيت والله ما. هذا جواب انه كله غلط. زيت الجزر والجزر اي زيت ما شوف. اعطيني هديه وينك علي؟ طبعا اي ما ادري هذا من جابه. اعطيني هديه. اعطيني اعطيني تستاهلين الهديه مقدمه من شركه بيز لاين وحياك الله والف مبروك عليك. حياك الله. حياك الله وشكرا جزيلا. ما تروحون لا تخافوا لا حشاركين مرت اللوخ. اوكي مشاهدينا الكرام بعد مستمرين وياكم. ماكو مي. زين ننتقل لكم الى ثالث فقره من برنامج جيرهم كلش وهي فقره الجواب قبل السؤال. راح ناخذ بها شباب او بنات او عوائل ما عندي اي مشكله لكن الكل حتفوز ما حد حيخسر ويانا. ابقوا ويانا. مشاهدينا الكرام فقرة الجواب قبل السؤال. طبعا بدي اوضح هاي الفقرة نعطيكم الجواب تصيغون انه سؤال تمام. مرحبا شلونكم؟ مرحبا اختي. هلا وعيني. مرحبا. شو مخروعة؟ لا ما مخروعة. اه ضحكي. وانت شبيك؟ بس تضحكي. مرحبا. مرحبا عيني. مرحبا. وين زوجي؟ هياته وراك. عمي هم زين هديك مكلبيش على الضيعين. اعطيناكم فرصة وبعد انتم بكيفكم ماشي. مرحبا شباب شلونكم؟ حياكم الله. ها في ترجع بعد يمها؟ لا متأكد؟ عمي صلي على النبي لا تخاف. ها ما خايف ان شاء الله؟ لا ما خايف. مين اخاف؟ شو وجهك انقلب احمر؟ مين اخاف؟ ما ادري شو انت مش خايف؟ لا ما خايف. صدق؟ دقيق ازم المايك. تعال تعال شبيك خايف تعال. لا دز قلبك. لا شو دز قلبك؟ تعال بس تعال بس تفتح لي اهل الدقمه مو قلقتي تفتحها. افتح اهل الدقمه. ما شلونكم شباب زينين ان شاء الله؟ عرفتوا الفقره راح يتقربها لحدكم ماشي. الجواب يطلق عليها اسم الاستيكيتا. يطلق عليها اسم الاستيكيتا. استيكيتا نفس الشيء ترهم باوع. يطلق عليها اسم الاستاتيكا. ما نعرف. صعب. نغيره 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 نغيره. راح اساعدكم ما غيرناه. يلا اها سهل. الاهرام. الاهرام والله سهل. الاهرام بين قوسين امبابه. الاهرام بين قوسين امبابه بالتاريخ. صف سادس. خامس. خامس بالخامس هم موجوده. لا ما تلي بمصر. ايش بي ادري بها بمصر اني. هو شنو السؤال؟ مصر هناك اكو تراب ورمل وكل شيء اكو هناك. زين شنو السؤال؟ فرعون شلون الكهف؟ مثلث. شلون الكهف؟ هو ادري بيه كهف. شو بيه شنو؟ اقول لك هو كهف. اي كهف. اي هو شنو السؤال؟ السؤال شنو؟ الاهرام بين قوسين امبابه. امبابه؟ مو ذبانه امبابه. معركة؟ اها وانت وصل. يلا سميت سميت معركة امبابة. شو زين راح اعطيكم نص الجواب. نص الجواب دكتور حياك الله لا تروح دقيقة. زين ما اسم المعركة التي انتصر فيها نابليون؟ هي معركة امبابة. كملوها. معركة نابليون. نابليون منو؟ لا تروح تعال الدكتور اعطيك الجواب والله. من هو؟ نوم بلات. من هو؟ هذا ما اعرف بس هذا اعرفه نوم بلات. اي بنابت. اي يا سنه. ما اتذكرها يا سنه. لا والله
فقال لي لا تروح تقييم. ما اعرف ما اعرف صعب والله. شويه اسمع. 1770 سجاد 1777 ها زين ليش ما اعطيكم فرصه اخيره يصير تحدي بين بنات الشباب؟ اها ارجعوا مسابقات. من بيكم جريئه تغني؟ يلا من بيكم جريئه تغني؟ او وش منك تغني؟ لا ما اقدر ما اعرف. لا لا غني ايش رجلك؟ شباب تغني؟ شو غني؟ لا انا مرت صغار كبار تغني؟ لا غني لو غير شيء غير شيء استاذ والله بما انك تصعد استاذ مو انا اسمي خطاب بس صوتي مو حلو قابل صوتك مو حلو قابل دقيقه تغني؟ لا يعني حتتحداهم؟ اتحداهم شو غني لك شو تريد؟ تعال يلا ارجعوا لي شويه شعر خطاب ولا غني؟ يلا غني فيك شعر عادي؟ غني اغني؟ اي يلا غني شو تريد اغني لك؟ هسه غني اي اغنيه باوعني وغني شو رسوي احنا؟ قولها هلا الحين على زوجتك قولها انا احكي لك هاي الاغنيه يلا قولها حبك يدق بالراس انت قاعد تقولها كلام ولا تغنيها؟ ما صوتي مو حلو استقابل يا اخي غني حبك يدق بالراس ماليني حب واحساس ها هي لعبه ادعي علي عليك شو اقول لك بس قلت له حبك يدق بالراس سيدك قنابل رمان بسامير لا لا بسامير ايش اغني ايش اغني لا رمانة لا 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 ايش اغني يلا يلا يا رمانة ما غنيتي هسه اغنيه حلوه تاخذيها الهديه تغنين اغني يلا تغني على الام على الام على ابوي يا والله دكتور وين دكتور الخليجي يلا امي بتخاف علي يا امي هي اللي لي يا امي يعني الحياة يعني الامان وامي بتخاف علي يا امي هي اللي لي يا امي يعني الحياة يعني الامان شايلاني كده فعليها لو يوم شكيت لو يوم بكيت جنبي دايما بلاقيها امي اللي على طول شايلة همي الجنة تحتي ادميها لو يوم شكيت لو يوم بكيت جنبي دايما بلاقيها امي اللي على طول شايلة همي الجنة تحتي ادميها انتم ما اعرف انتم العوائل ها متغنين يمه انزل علي اسم مديحه زين شباب برايكم منو الفاز انا برايكم اريد اخذ رايكم انتم بدون مبالغه منو اللي فاز منو باوع تعال انت تحديت وقلت اغنيه حبك يدق بالراس يدق بالراس هذا وهاي غنت اغنيه كامله غنت اغنيه كامله فبرايك انت الفايز لو هي لا هي الفايزه متاكد هي ما تزعل لا ما ازعل يعني تاخذ هي الهديه اي تاخذ هي الهديه انا حطيك الهديه لك هاي بعد كيفك يا اما تقدمها لها يا اما تاخذها انت هي غنت اكثر هي تاخذ الهديه وبالعافيه عليها احنا اهم شيء المشاركه شاركت؟ الحمد لله وشكر هاي بس مرت اللي خل بس رباط الله طول هدية وين علي؟ تستاهليها والهدية مقدمة من شركة بيز لاين تستاهلين مبروك عليك تعاي امه تعاي تعاي زين شنو رأيك بالاغنية اللي غناها حبك يدق بالراس؟ حلوة تغني لي اياها مقطع ما اعرف هاي حاولي ما اعرف هاي غير اغنية شغلني مدري الله واير هاي
الدنيا حلوه. مناسي ممنوع مناسي. الدنيا حلوه واحلى سنين بنعيشها واحنا يا مش عايشين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوع، انسى كل الاحبه اتنين اتنين متجمعين في الهوا طيبين، على ايه تكشر ولا ايه تفكر ده العمر كله، انسى انسى راح على طول على طول، ما تسيبش زعلك مره يقول، افرح شويه واضحك شويه كده خلي روح عاليه وهاي. صار كم متزوج؟ صار لي تقريبا سنه وتسعة اشهر. صار لك ايش قد؟ سنه وتسعة اشهر. وتشبيك بيك رولي. رولتي ايش؟ حياك الله اخوي مبروك، تحياتي لك، تحياتي للعوائل الكريمه كلكم، زين، مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين وياكم وهدايانا مستمره، واكيد وصلنا وياكم الى فقره دفاتر عتيقه، ابقوا وياي. مشاهدينا الكرام وصلنا لكم الى فقره دفاتر عتيقه، طبعا راح نشوف هنا العوائل اللي حيشاركون اليوم ويانا، واكيد ان شاء الله حيفوزون ويانا في برنامج يرهم كلش. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. مشاركه قبل شوي؟ مو قلت لبقى بلكت الله تجاوب على السؤال الثاني. اي يعني قلت لي حرامات انه اول شيء تفوز؟ لازم افوز. لان تحديت تحديت و اللي فاز ما كسرت ما تكسر بخاطرها لان طفله وتعرف. بس تحديتك انت قلت لك لازم افوز. تحداني لي؟ لا ما اتحداك بس هي زين راح تتحديني؟ لك اي تحديني الاسئله؟ ان شاء الله اكيد اكيد بس تكون سؤال سهل. قلت لي اتحدى خلاص نشوف التحدي ان شاء الله. مرحبا مرحبا شلونك؟ الحمد لله. اسم بالخير؟ حنين. يقين يقين يقين؟ ايه ام يقين وام حنين. ام مصطفى. ام منو؟ ام مصطفى. ام مصطفى حياكم الله. متابع البرنامج؟ لا أبقى. تمام. الفقرة اسمها دفاتر عتيقة، راح نعطيكم الاسئلة وتجاوبون عليها، ركزوا وياي. السؤال: أقدم كهف في العالم يوجد في فرنسا، يعتبر أقدم كهف حضارة ويعود لحق ما قبل التاريخ، مكون من خمس حروف. ماكو مساعدة؟ بما إنه تاريخ بس ما أعرفه. ما أعرفه. ما أعرفه. فكروا زين. ما سمعنا السؤال. عندكم إياه؟ راح تتعبني. لا مو تعبك بس. يلا. أقدم كهف في، ركزوا وياي، أقدم كهف في العالم يوجد في فرنسا ويعتبر أقدم كهف حضاري ما قبل التاريخ، مكون من خمس حروف. خمس حروف. زين أنت طفرتنا الفرنسا قبل. ما عرفنا. من خمس حروف؟ كهف لاسكو؟ والله ما ادري اسمع. كهف لاسكو؟ كهف لاسكو؟ لاسكو كم حرف؟ كهف لاسكو؟ لاسكو؟ متأكدين؟ ايه. جواب صحيح. راح اعطيكم سؤال اخر. إذا جاوبتوا تعادلتوا، وإذا ما جاوبتوا هم جاوبوا فهم فازوا. تمام؟ ها تحديتيني يعني. ما هي قلعة سكر؟ قلعة سكر؟ قلعة سكر. لو زيو سكر الكرتون. لا ما أعرفها. ما تعرفين؟ اي ان شاء الله. ما اعرف يعني في المرة القديمة.
يعني تريد اسمها لوش. ما هي قلعة السكر؟ هي قلعة السكر. قلعة السكر. وبسطي وبيع شكر وعلى الوزن. ها؟ ما أعرف. ما ديك. ليش توصل؟ راس الشارع. أنت ليش توصل بالهذا الآيباد؟ لهنا أنا. ليش توصل؟ للجواب. للجواب؟ يلا. أنا قابل أي واحد عنده إنترنت طلع لي الجواب. يلا ما هي قلعة السكر؟ يلا 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 طلع عليها. أوكي شلون؟ عرفت له لا؟ ها بس قلب بعد قلب وهنا جواب. سؤال صعب حيل. في ما هي قلعة السكر؟ قلعة سكر. ما هي قلعة السكر؟ شي ذبوه. تعال تعال سكر كله. ايه سكر لما يمه. ها لا ما اعرف. عندي وقت والله. سلتك كلش صعبة. زين تغنين؟ لا. غني؟ لا. شعر؟ أبد. أبو ذي؟ لا. هل في صوت كارتون؟ ما غني. غني شنو؟ شون؟ ما غني. ها عدسات الحفاظ أشم خلية؟ عيوني. ما دكتور فداها هاي عيونه. هاي عيونه بس مو عدسات. جواب له لا. لا لا يعني برايكم من اللي فاز يعني انتم بالهدية؟ هاي الهدية تفضلي مقدمة من شركة بيز لاين. تحديتيني وتحديتي وفزتي. مبروك علي. حياك. بس رباط صار. حياكم الله. حياكم الله. مشكورين. حياكم الله. مشاهدينا الكرام وصلنا لكم الى اخر فقره من برنامج راب كل شويه. فقره انجح واربح. اذا كانوا الشباب يشاركون بها او بنات او كبار السن او قوياء. مشاهدينا الكرام وصلنا لكم الى فقرة انجح واربح. طبعا هاي الفقرة انه اليوم راح يشاركونا دكاترة بالاسنان وشباب وعائلة. راح يشاركونا هذه الفقرة انجح واربح. مرحبا دكتور. الله يسلمك. شلون صار؟ الحمد لله. الله يسلمك. شو تسوي له اسنان؟ بس تعالوا. مرحبا دكتور فداء. الله يسلمك. شو اخبارك؟ الحمد لله. ان شاء الله زين. هلا الله. انت الكاميرا تكره. اي والله. مع الاسف. مرحبا اخوي. مرحبا. شلونك؟ الحمد لله. ابو منو؟ ابو حمزه. هاي وهج فرناها 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 فرناها. اللهم صل على محمد. هوجة. اي 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 اي. مرحبا عيني. مرحبا. صح اختي؟ الحمد لله. ساشو تسلم. رحم الله. جاهزه؟ ابيها تحدي. ان شاء الله. جاهزه للتحدي؟ ان شاء الله اكيد. جاهزه للتحدي؟ ان شاء الله. اللي قاعد تغني؟ لا. شعر؟ والله غني. صوتك حلو. مرتك صوتها حلو لا؟ مو هالقد بس انا احبه. ماشي دكتور. ضعوف الاسنان حتى هنا. انت ما تريد شعر؟ طلع شعر. اي دكتور فداء. اي حاضر. تغني لي؟ لا لا شعر. ما يخالف شعر. شعر تمام. تفضل. بدي بغير اسم. قول لي شنو سؤال؟ شعر؟ لا انت اول ما قلت اغنيه. لا اسالني وبعدين بدي اقول لك. يا فقره اسمها انجح واربح. اذا ما جاوبت حتى بعدين نعطيك الشعر. اقول لك شعر. اسالهم عن ما لقي لك شعر. شلون شغله سالفتك يا ابويا؟ غني. لا بعد تعال اسال. اسال. ما هي الفقره اسمها انجح واربح؟ لو شعر لو اغنيه اختار. لا اسوي مو سؤال غير مو سؤال. فقره اسمها انجح واربح. غني وخلاص بالدكتور.
طلع من اللي انت دكتور فداء تعال قول الشعر واخلص يا اخي انا حافظ يمكن مليون بيت بس يلا بس يجي على بالك يلا يجي على بالك اي اي شيء انه بس نزل شوي نزل يلا يلا تقرا انت لو اني يلا تدري ويش اللي زاد الطين بله ما اسمع لا شو تدري اسمع كلهم يلا اقول لك يلا تدري ويش اللي زاد الطين بله انه ما فيك زله اموت بشوفتك يوم وما اخلي حدا ياخذ محله تمام واكتب قصايد الشعر فيك وانشرها بمجله تكفى يا بعد الروح لا تتهاون منك صار بي جنه ارحم الحال شويه وزين العمر بطله زين اخاف اموت وما اشبع منك شوفتك هلا ترى شوفتك تعدل العود اللي بيه غنه زين المن هذا لامي من كاتبها اني انت متاكد دكتور كيفك من شرط اشوفك بعد ما شاء الله من الاسنان للشعر ماكو ربط الموضوع ها دكتور يلا 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 بس شويه بس اطلع من الدرب يلا هم بس لحظه هم بس لحظه اعطيني شعر بس دقيقه 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 ازم المايك ازم المايك ازم المايك تعال 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 ازم المايك اليوم انا حياتي كلها جهال يلا اي يلا ها يلا بابا ما عشان حياتي هاي يلا ها ها بدي اعطيك يلا اي يلا اخر شيء حبيبي ارجع شوي يلا هاي مو إلي طبعا ما لم كلثوم هي بس قصة الأمس يلا سمعنا دكتور يسهر المصباح والأقداح والذكرى معي ايه؟ وعيون الليل يخبو نورها في أدمعي يا لذكراك التي عاشت بها روحي على الوهم سنين ذهبت من خاطري إلا صدى يعتادني حينا فحينا قصة الأمس يناجيها وأحلام غدي وأماني حسان رقصت في معبد الله الله خلف الله على الجوجل مقطع صغير مقطع صغير اعتبر هاي الاغنيه قاعد تهدي زوج يلا مشتاق لتموت يا اللي طالت الفرقه اشتاق لك كل يوم واقول طالت الفرقه ضطيني ضطيني الاغنيه دمرت حياتي ام منو قلتي لي ام حمزه تعالي يمي هنا أنا. انتي مره ونعمل مره ان شاء الله تري على الكاميرا راح تتحدين واحد اثنين ثلاثه غني لا مقطع صغير لا ما اقدر شعر ما حافظه ابو ذيه ما حافظه دار مين يعني واسي مو بي ازم المايك وهي كل خيارات هنا أنا. تعال تعال اخويا وصل زوجتي تعال كل امي اعتبري هذا مطبخ قرب المايك علي قرب المايك علي وطبخي لي الدولمة يلا يلا دولمة اطبخي لي اياها للدولمة يلا مكوناتها وشو حسويها يلا سكتت انت شو صار لي ساعة يلا شاطرة فيها اعطيني مكونات الدولمة طبخي لي اياها يلا بصل طماطم ولحم وتمة كرفس وسلك وبصل مرتي عندي شتي هاي بالحشو وبعدين حشي فيه باذنجان فلفل ها هي طبختيها انت؟ اي مطبخ لو كنتور العلوه اي وجدر اي طبخي لي اياها ونار وطباخ شلون بعد اطبخه؟ بابا انت ما اكلت دولمه من ايد مرتك؟ لا عليك الله وإذا ما كلت تسمى ليه يرموك عدل حياكم الله ايش كم دقيقه عندنا واحده اول شيء اعطيني هديتين هسه اقول لك اول هديه وهذه الهديه مو لكم لا لا هاي للطفله شكرا لا ما لكم يوم ما سكتك اليوم شكرا لكم وتحياتي لكم مبروك عليكم الهدايا اخذ الطفلة كافي صرت الدادة دودي يعني خلنا نختم البرنامج سوا مشاهدين الكرام انتهت حلقتنا اليوم وياكم من برنامج يرهم كلش طبعا جولنا ويا العوائل وكانت الفرحة على وجوه عوائلنا العراقي واليوم صرت الدادة دودي
زين وهنا الدور لما تطبخه. دكتور فداء انهزم وعافني. دكتور ازهر قال لي احسن لك اسنانك وما سوى لي اياها. شكرا لتعب وياي المصور سلمان الطائي واكيد المصور شو اسمك؟ المهم صهيب مؤيد وعلي القصاب، وانا اكون بالتقديم خطاب القصاب. اودعناكم.